السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. الشيء الذي قررت فعله عليه اليوم من حلقة لعبات اي فوتبول هو التعاقد مع لاعب جديد. هذا اللاعب فإن خطير جدا في وسط الميدان، هو يلعب مع برشلونة يا أصدقائي، يلعب في سي ام اف. من هو هذا اللاعب؟ لاعب صغير عمره 17 سنة لكن سيتطور بطريقة جنونية. ليس هو بيدري، غالبكم سيغا بيدري لدي أصلا، هو من بين اللاعب الأوائل الذين قمت بالتعاقد معه. هذا اللاعب يا أصدقائي فإنه يشبه بيدري، وهو اسمه غافي. نعم غافي، لدي 74 وسيستطيع تطور لي المستوى 47. مدافع خطير، ثمنه رخيص 39,000، ارخص بكثير من بيدري. اذا لم تستطيعوا التعاقد مع بيدري وليس لديكم المال، قم بالتعاقد مع غافي لانه خطير في المراوغات كذلك فانه خطير. وهذا ما سنقوم بفعله الان، هي اللي كان قم بشرائه يا اصدقائي على السريع. 39,000 ساين، بوم، انا حنا قمنا بفعل ساينين. لا يا سلام، راقبوا لقطه ساينين مع غافي. اخيرا من بين المدافعين الخطيرين غافي بيدري، تذكروا معي في برشلونه عمره 17، سيتطور بطريقه جنونيه. وبدون ان نضيع الوقت سنقوم باعطائه الان الاكس بي. لدي 2,4,000، واو، سيرتفع ل 32، عفوا سيرتفع ل 17 وسنحصل على 32 نقطه اكيد يا اصدقائي. الشيء الذي سافعله الان هو أني سأقوم بإضافة المستويات لها. أوه لدي 42 فقط، لكن لدي البوزيشن جيم، لدي البوزيشن اللي سفعله سأقوم برفع اللونج بول. 92 لدي 26 نقطة، سنختارها 92 لناتهم لأني ألعب باللونج بول كاونتر. والآن هيا لكي نركز يا أصدقاء على تقريبا، سأركز شيئا مع الدريبلين لأن الدريبلين فإنه مهم. هذا اللعب سيكون خطير جدا. بعدها سنركز قليلا على سبيد وكذلك الاكسيريشن. البالانس سيكون خطير، سأعطيهم 4 نقاط لكي نحتفظ على النقاط. كذلك الديفندر راقبوا ليه الاجريشن، واو، هذا اللاعب سيكون خطير في وسط الميدان. الفيزيكال كونتاكت اتوقع لا اضيف له. والان الخيار صعب، ساضيف له ديفندين لثلاثه نقاط لكي تكون لديه 8 في الاجريشن و8 في الديفنسيف اويرنس. بقيت لدينا 11 نقطه الان، ساعطيه قليلا دريبلين وساقوم بالتركيز كذلك على الباسين، نعطيه الباسات. وبقيت لدي الان 6 نقاط، اتوقع باني ساركز على السبيد لكي يكون سريع شيئا ما. ممتاز، 77 سبيد، تحول من 74 تخيل ل 81، يعني ان غافي بسرعه كبيره اصبح خطير. ولا تنسوا اني استثمرت فقط 2 من 4,000 الاكس بي لا غير. يوز بوينت يا رفاقي، بوم، تم تطوير غافي، شيء خطير جدا، اصبحت لديه 81. الان الشيء الذي سنفعله هو اننا سنذهب وسنتعاقد مع مدرب جديد. لدينا افضل مدرب هو لديه 87 في البوزيشن جيم، لمن يريد لعب بالبوزيشن. لدينا هذا ثاني واحد لديه 87 في الكويك كاونتر، ولدينا كريستوف فالبوينا 85 في اللونج بول. هذا هو الذي اريد التعاقد معه يا اصدقاء، ثمنه غالي جدا بطبيعه الحال، لديه 353,000 فقط، ثمنه 320,000، لكنه سيقوم باضافه تيم بلاي ستايل. لهذا السبب سنتعاقد معه يا اصدقاء، ثمن 320,000. تم التعاقد معه بنجاح، مدرب خطير. هيا لكي نكتشف كم سيصل الرقم الان الخاص بالتيم بلاي ستايل عندنا في الفريق. نذهب لتاكتكس تشانج مانجر، يقوم بتغييره ونختار كريستو فالبوينا. كريستو فالبوينا سيقوم باضافه 98، شيء جنوني. كانت لدينا 95 مع تقييد، رفعناها 98، امر رائع. اقصى حد يمكنكم الوصول له في التيم بلاي ستايل هو 100. مرت الايام بعدما قمت بالتعاقد مع المدرب وكذلك قمت بالتعاقد مع غافي، وها نحن يا رفاقي دخلنا الان للسيزون الثانيه اخيرا. حصل هديه 300 كوينز، هديه من الادمين، هذا شيء مميز. اول مره سنحصل على الكوينز. 100,000 جي بي الرانك الخاص بالليك، 30,000 جي بي بطبيعه الحال. ولا ننسى اثنتان يا اصدقائي من الاكس بي اللي كنقوم برفع لاعبون، 10,000، 2 من 10,000، عدد هائل جدا من الاكس بي صراحه. ساقوم باستثمارهم الان وفورا لكي نقوم برفع احد اللاعبين. وبطبيعه الحال لقد تاسف الادمين الى اخره، وقال لنا بان يجب علينا انتظار اسبوعان لكي نستطيع اللعب في السيزون الاخرى، لان اذا دخلنا يا رفاقي فستلاحظون بان الدريم تيم لا يمكنكم الدخول له ولا يمكنكم اللعب في الاي فوتبول ليج. هناك تحدي جديد وهو تحدي نهائي تشامبيونز ليج، ريال مدريد ضد ليفربول. يمكننا اللعب يا اما بريال مدريد يا اما بليفربول. بما انني مدريدي بطبيعه الحال ساختار ريال مدريد. اما بالنسبه للباكاجات، لدينا باكاج جديد يجب عليكم دفع المال بطبيعه الحال، فيه 3 لاعبون اسطوريون، فيليبو انزاغي، روماريو وكذلك اوليفر كان. اذا لم تحصلوا على روماريو بعد ولم تحصلوا على اوليفر كان، هذه هي فرصتكم لكي تقوم بالحصول عليهم. بالنسبه لي انا اريد مهاجم، لكن عندما دخلت فيليبو انزاغي اكتشفت بان في امكاني تطويره فقط للمستوى 12 ولديه 4 نجمات، اتوقع سيكون سيء يا اصدقاء. بالفعل هو لاعب جيد لكن لا اقوم بفتح هذه الباكاجات. اوليفر كان كنت اود التعاقد معه في البدايه لكن الان لن اتعاقد معه ببساطه، لدي ميريت، لدي دوناروما، حراس خطيرون ويمكن تطوير
ورافقت المستوى السابع، يعني انها لن يتطور بطريقه جيده صراحه. رغم كل هذا فان اوليفير كان من بين الحراس الخطيرون جدا، لان المستوى السابع هو يظهر على انه قريب، لكن اتوقع بان سيستطيع الوصول تقريبا ل 95 او شيء من هذا القبيل. اوليفير كان لا زال حارس خطير. وهي اصدقاء لكي نقوم بلعب تشامبيونز ليج النهائي ريال مدريد ضد ليفربول. اتمنى صراحه ان العب ضد ليفربول رغم انني متاكد عدد اللاعبين الذين سيقومون باختيار ريال مدريد فانها هائل، ونسبه اللعب ضد ليفربول فانها ستكون قليله جدا، رغم ان ليفربول لديهم ماني لديهم محمد صلاح لكن النسبه ستكون قليله. ها نحن وجدنا الاوبننت يا اصدقاء، 5 تقريبا درجات، يعني ان الاتصال جيد. وسنلعب ضد تشيرش. اوكي ساقوم يا رفاق بتعديل الخطه وتلك الاشياء، بعدها ساعود لكم. قمت بتغيير الخطه يا اصدقاء لكن لم يكفيني الوقت صراحه، بقي تقريبا 5 ثواني ولا زلت لم اقم بالتغيير بعد في الانديفيديوال انستراكشنز، وهذا مشكل كبير. لن انهي الخطه، ساحاول تغييرها عند الدخول للمباراه. وكيف هذا حدث شيء ما خلل ديوتو فورس لست متاكد لماذا حدث، على الاقل حدث الخلل قبل الدخول للمباراه وهذا شيء جيد. اكره كثيرا عندما يحدث هذا الخلل عند الدخول للمباريات، وبعدها الشيء الذي يحدث ببساطه هو ان تلك المباراه لا تقبل ولا يتم حسابها. من الجيد ان حدث في بدايه الدخول. ها هو الخصم الاخر لقد ظهر، هي اللي كينكتشف من هذا الشخص الذي سنلعب تشيرش ضد نفس الشخص. هذا هو الشخص الذي دخلت ضده في المره السابقه وحدث ذلك المشكل والان سالعب ضده مره اخرى. قمت بتعديل الخطه لكن لازلت لم انتهي وبقي 3 ثواني فقط. وبدايه اللقاء يا اصدقاء هو هي اللي كينكتشف. حسنا ممتاز بنزيما ليتس جو. فينيسيوس احسنت ومع الاسف اخذ من الكره. علينا التركيز يا رفاق مع بدايه المباراه لكي نستطيع ان شاء الله الفوز ضد هذا الشخص. نحتاج لنقطه واحده فقط في البدايه، نحتاج لنقطه واحده. تمنيت لو لعبنا ضد ليفربول لكي يكون النهائي، يعني ريال مدريد ضد ليفربول، لكن ليس بيدي حيلة. نحن لا نختار الفرق الذين سنلعب ضدهم. المهم تركيز تركيز جيد، اخذنا الكره. هذا الشخص من الظاهر انه لا باس عليه تقريبا من ناحيه اللعب. رايتهم لقد ضغط على الزر هذا الشخص فانه يعرف طريقه الدفاع لانه يقوم بارسال المدافعين. احسننا توقعت يا رفاق أنه سيعود، لو عرفت هذا لهربت للضفة الأخرى. لكن الأشخاص يجب عليكم اللعب ضدهم وإعادة اللعب لكي تقرؤوهم. ركز 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 في الدفاع. عرضية ممتاز أخرجها خرجت للركنية. ضربة شماس هي، اضغطوا عليه اضغطوا عليه، أعطى الباس، اضغط اضغط ممتاز أحسنت. باس جميل ذهبت هازار أحسن العمل. مودريتش هازار هرب ممتاز. كاونتر أتاك خطير هذا أحسنت يا هازار. ليتس جو إيدين هازار. بس خطير هيا بنزيما هدفك بنزيما أيها الكلب المغفل. هدف يا رفاق، ذلك هدف يجب عليه تسجيله. مغفل بنزيما. المهم لا تفعل هكذا تقريبا في النهائي، إذا فعل هكذا بنزيما في النهائي فإننا سنخسر يا رفاق. يضرب يضرب أيها المغفل. جيد كراتشوك كراتشوك هيا يضغط على سفر. عود 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 بسرعة. مشكلة كازيميرو وبالفعل مدافع يلعب في الديميف بشكل جيد لكنه ليس سريع كثيرا. احسننا عدنا الكرة ألابا مشكل. اضرب هيا اضغط احسنت اضغط. ما هذا الهدف يا رفاق، انا هجمت ضيعت في العارضة وهذا الشخص هجم هجمة اصلا. واو هدف غبي هذا، انزلقت عليه في البداية خدت الكرة. اوكي سنركز سنركز. باص سيء جدا صراحة. الان سنبدأ في الضغط. هيا احسنت مودريتش جيد. بنزيما ممتاز. هازار واو باص سيء. بنزيما لم يتوغى لم يفهمني بنزيما، رغم انه يلعب في راس الحربة كانه يلعب في الاس اس. يفهمني يا بنزيما واش هذا. نضغط على هذا الشخص. راقب راقب تسديده سيئه، تلك التسديده عليك الاقتراب لكي تدخل في المرمى. لازلت لا اعرف بعد كيف بامكاننا فعل تلك التسديده بالكيبورد، يعني انه يقوم بارسالها بمشط الرجل او بخارج الرجل. نعم المشط هو داخل الرجل بخارج الرجل. هيا ذهب فينيسيوس هيا ممتاز من هناك. خذها كازيميرو على ما اعتقد، كازيميرو الخاص به خذ الكرة. هيا اضغطوا اعطى الباس لا مشكل. سنعود سأدافع بشكل جيد، ليس لدي مشكل من ناحية الدفاع. كرة ضعيفة ضعيفة جدا. ولا تنسوا يا أصدقاء بأن الخطة التي ألعب بها الآن فإن الخطة العادية ليست تلك الخطة التي شرحت لكم، لأنني ألعب بالأربي وألعب بالإلبي، لم أقم باختيار ثلاث لاعبين في الدفاع، نحن نلعب بالخطة العادية. هيا تاز فينيسيوس ذهب مارسيلو أحسنت يا مارسيلو. كوراتشوك باس هيا جيد ذهبت بنزيما. هيا بنزيما هدفك هدفك.
لا تحدث لأني إذا تحدث سأسب ولا أريد أن أسب ذلك المغفل. لقد شاتم يا صقة شاتم. ثاني هدف لأن هذا هدف قام بتضيع بنزيما. دورت ووجهت وجهه قبلته الكلب وجهتها يا أصدقائي أمام من المرمى ولم يسجل. بس أنا مودريتش هيا بس خطير هيا سجل. العارضة الثالثة يا أصدقاء أي محاولة فعلتها الكرة ضربت في العارضة. هيا بنزيما هيا وضيع بنزيما. اوكي اوكي كونتر اتاك يجب علينا ايقافه ولا يجب علي تسجيل الهدف الثاني علي. انا في هذه الاثناء انا اهاجم يعني الدفاع لدي ضعيف. احسنت هيا ما هذا يا المغفل كرته بنزيما ضغط عليه. والشوط الاول انتهى 1-0. هذا الشخص فانه يدافع انا اهاجم لكن ليس بيدي حيله نحن خاسرون. ضربه خطا خاصه بي بس خطير احسنت جيد. انا الان ضاغط وهو يا اصدقاء يدافع. متشيلون مارسيلو هيا ممتاز فينيسيوس يا سلام مودريتش هيا لوحدك سجل. دفاع 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 بنزيما سيء لا يجب عليه اعطاءه الكره في هذه المباراه فان سيء اصلا معنوياته عاديه ليست مرتفعه. ساعطي الباس في هذه الاثناء فينيسيوس ذهب 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 ممتاز نعود للوراء جيد هيا اظهروا اظهروا يا المغفل اللي كيعطيكم الباس لم يظهروا فض التراجع هيا 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 او نسبه هي خطيره لكن مع الأسف بنزيما لن يسجل لن يسجل. لو سجلت تلك النصف هوايه كنت سأكون سعيد جدا لكن لا مشكل. علينا التعادل ضد هذا الشخص لأننا نحتاج لنقطة لكن هي التحدي الأول يجب الخسارة. يضرب سنت فالفيردي هي ممتازة هربنا لأن فالفيردي خطير. بنزيما مرة أخرى وبنزيما أنت تقيل الزمن أسرع منك هي تحرك 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 ممتاز كرته سنت جيد 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 مشكل مشكل الكرة عندها أحسنت أحسنت بنزيما خطير ضربات رأسية خطير هيا بسرعة 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 هازارد جيد ذهب هازارد هيا مع الأسف جاء ذلك الكلب أخذ منا الكرة اضغطوا اضغطوا ممتاز خرجت راكب راكب وهرب ذلك اللاعب أعطاه لا يوجد أوف سايد حسنا وعرضية لا بأس بها لكن مارسيلو موجود إسكو يا صديق قد قمت بإدخال إسكو يا أصدقاء سنلعمل بنزيما هيا ممتاز كوراتوك فينيسيوس كوراتوك يا صديق ممتاز أهرب هيا يا سلام راوغته هيا أردت مراوغته مع لسه وفشلت أوكي 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 أعيد الكرة أعيد الكرة يا شباب خرجت دقيقة 66 لازلت لم أسجل بها لو كنت ألعب بفريقي في الدريم تيم كنت سأدمر هذا المغفل لكن أني ألعب بريال مدريد لا أتحكم صراحة في المعنويات الخاصة بهم وكذلك أنا لا ألعب بالخطة هيا بنزيما هيا اضغط بنزيما مغفل هذا الشخص فإنه خائف يلعب بطريقة الخوف لو لعب وهجم صراحة كان سيترك لي المساحة لكي استطيع تسجيل عدد كثير من الاهداف سنعود للدفاع عودوا 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 مودريتش هرب الحمد لله أن لم يعط الكرة لمودريتش احسنت عدنا اسكو مارسيلو هيا جيد فينيسيوس باس مرة أخرى بنزيما يا سلام هيا اضغطوا يا المغفلين هيا تحرك بنزيما يا المغفل راقبوا بنزيما ضيعها بنزيما مرة أخرى بنزيما مغفل أكبر مغفل في هذه المباراة هو بنزيما يضرب بالرأس أنت ضربها بنزيما لكن الكرة كرة شنو أحسنت إسكو ذهبت جيد أوه اللعب هيا هيا جميل 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 عدنا فينيس بنزيما ذهبت هيا ممتاز هازار هازار لا تكون مغفل هازار مغفل بطبيعة الحال لا مشكل لا مشكل هيا هيا اضغطوا اضغطوا خرجت الكرة كرة لصالحنا علينا بناء هجمة هجمة واحدة فقط نحصل على التعادل وبعدها سنحاول تسجيل هدف الفوز عليه. يضرب ممتاز مع الاسف هيا هيا اعيد الكره عيد. هذا الشخص سيء جدا لا يجب عليه ان يفوز علينا احسنتم مع باس سيء بالفعل وماذا يفعل ذلك الشخص رايتم مره بالقرب من الكره لم يذهب لها يضغط يضغط مشكل عودوا عودوا بسرعه بما انكم لا تضغطون عودوا للدفاع خذها ذهبت فالفيردي اسكو احسننا هيا هارب صديقنا هازار ادخل يا هازار ممتاز هازار سجل يا هازار هازار سيسجل لكن المغفل الخاص ببنزيما لو كان امسك الكره في تلك الاثناء لم يكن لكي يسجل اعيدكم ها هو هدف التعادل بعد معاناه طويله الدقيقه 82 العب العب يا المغفل الكره هذا الشخص فانه يقوم بالتاخير يريد التعادل عودوا للدفاع عودوا للدفاع يا المغفلين لا يوجد لا اوفسايد ولا هم يحزنون هيا بسرعه 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 لدي عدد كثير من اللاعبين لقد تعبوا المساكين اضرب واعطيته الحمد لله الحمد لله أعطى له الكرة لكي يقوم بتدمير ذلك الغبي هيا
مشكل اخذوا الكره لا مشكل عاده دقيقه 87 اذا استطعت تسجيل عليه الهدف الان سادمره نفعل تغيير بسيط اقوم باخراج اللاعب الذين يتعبوا احسننا ذهبت كازيميرو هيا باس خطير اسكو تحركوا يا الشباب هيا ممتاز بنزيما لم يمسك بالكره لكن اعيدوها احسنت عادت بوم بنزيما يلمف في العود الكره يضرب يزل لدينا وقت يعني تسجيل هدف في اخر لحظه هيا فالفيردي اسكو ممتاز ذهبت غاريت بيل غاريت بيل ما ذلك الباس المغفل يا غاريت بيل هيا غاريت بيل هيا سنة باس خطير اسكو ذهبت بنزيما هيا فينيسيوس رأيتم بنزيما المغفل هو يلعب معهم يلعب ضدي وليس معي تعادلنا في المباراة يا صديقي على الأقل قمنا بإنهاء التحديات حصلنا على 2000 فقط لن أستمر في لعب هذه التحديات لأني أردت فقط تجربة الأمر معكم توقعت بأنني سنلعب ضد ليفربول لكن مع الأسف لعبنا فقط ضد ريال مدريد لأن عدد 2000 في الجي بي لن أضيع على وقت بالحصول عليه لو كان العدد 10000 في الجي بي كنت سأفعل هذه التحديات لكن 2000 لن أضيع على الوقت صراحة سأكشف فقط بهذا في هذا المقطع أتمنى أن أعجبكم لذلك الحين كان معكم ياسين استودعكم الله ولذلك تضيع وداع ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختام